ننتقل لعند مريم اليوم، بس اليوم فقرة استثنائية. مريم صباح الخير. صباح النور. صباح كيفك؟ الخير مريم. صباح النور. منرحب كمان بضيفك الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله. أهلا وسهلا. صحيح. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لكم وللبنان. لا لك تسلم. تفضلي مريم. مثل ما قلتوا اليوم ضيفي الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، هو من أكثر الكتاب تأثيرا على الساحة العربية اليوم. برجع بكرر صباح الخير مرة تانية. صباح الورد. واستغلينا وجودك بلبنان لحتى نستضيفك اليوم معنا. أنت من الأشخاص يلي بحبوا كتير لبنان، بتكرر زياراتك إلى لبنان، تقريبا بتجرب أنه تجي مرة كل سنة. كمان كتبك تصدر عن الدار العربية للعلوم، ناشرون كل كتبك مبدئيا، فإذا في علاقة جدا مميزة بتربطك مع لبنان واللبنانيين. شو سر هالعلاقة؟ يعني أولا يعني صعب تخيل العالم العربي بدون لبنان. نعم. يعني لبنان دائما كان وردة العالم العربي. صح. وشعلة العالم العربي. نعم. والجمال الصافي للعالم العربي. ولذلك يعني كشاعر ربما متعلق فيه من هذه الناحية، كما أتعلق بكل شيء جميل ورائع ومنطلق وحر. نعم. أنت ضيف بلبنان مدعو من الجامعة الأمريكية ببيروت في سلسلة نشاطات بدأت من نهار، نشاطات مكثفة إذا فينا نقول، بدأت من نهار الثلاثة، استمرت أربع خميس، تختتم اليوم الجمعة. بس يلي بهمني من هالنشاطات يلي تتمحور حول أعمالك الأدبية هو إطلاق الحب شرير، ديوان جديد، العنوان غريب جداً. الحب شرير، فيه تناقض كتير. نحن بنعرف انه الحب بيمثل الخير والجمال. في وجه بشع وقبيح للحب؟ يعني اولا اشكركم على هذا اللقاء، واشكر مركز الفنون والاداب في الجامعه الامريكيه الذي وجه هذه الدعوه واتاح لي هذه الفرصه. ربما هي اطول فرصه اقيم فيها في لبنان، وهذه يعني أنا بعتقد كنت بحاجة إليها إنسانا قبل أن أكون بحاجة إليها كاتبا. بالنسبة للحب الشرير، عنوان الديوان الحب شرير، يعني أنا بعتقد أنه هذا الديوان هو النظر إلى الحب من عدة زوايا مختلفة، بعيدا عن النظرة الرومانسية التي اعتدنا يعني عليها في شعرنا العربي أو الغزل. نعم. يعني وهو محاولة لتأمل الحب من هذه في هذه المنطقة، بمعنى أن الحب في النهاية إذا ما تأملناه حقيقة سنكتشف أنه المحرك الأكبر لغريزة التملك، ليس فقط لتملك المحبوب بل لتملك كل شيء. يعني كلما أحببت شيئا أو أحببت شيئا أنت تسعين لتملك هذا الشيء. ربما هذا يتجاوز الشخص المحبوب إلى أحيانا الأرض، إلى أحيانا أوطان ثانية، إلى أحيانا الحكم، أحيانا كل 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 شيء في العالم. أنا بعتقد حينما نذهب لامتلاكه تكون يعني عاطفة الحب أو حبه هي المحرك الأساسي لامتلاكه، وبالتالي بقدر ما هو يعني مولد لحديقة ما هو أيضا ربما يكون سببا في اندلاع حرب، سبب في القتل، سبب. ولنا مثلا أن نتصور أنه أي شاب يحب فتاة ما، وهناك موانع كثيرة تجاه هذا الحب. ربما يتخلى عن أهله من أجل هذا الحب. نعم. ربما ينتحر بسبب هذا الحب. فالحب إذا ما نظرنا له نظرة مختلفة بعيدا عن النظرة السائدة، أنا بعتقد أنه كل العواطف وكل الغرائز موجودة فيه. طب وليش اختيار الذئب والذئبة كأبطال لهالديوان؟ هو في داخل الديوان هناك قسم اسمه أوبرا الذئاب، وأوبرا الذئاب هو مكون من 24 قصيدة، يعني يمكن تقديمها كأوبرا على المسرح، أوبرا غنائية كاملة. استخدام الذئب والذئبة هو مجاز، يعني وأنا أتحدث عن إنسان عمليا، لكن مجاز الذئب والذئبة يتيح لك أن تنطلق إلى أبعد ما يمكن في استكشاف تلك الغرائز الكامنة، في اكتشاف الشغف، في اكتشاف الجموح.
في اكتشاف رياح الحب وليس نسائمه فقط، في تأمل العالم في تلك العزلة التي يوجد فيها الذئب والذئبة، وهي الصحراء الجليدية أو أي صحراء تانية. في عندك تقرأ لنا شوي من أوبرا الذئاب شوي على الهواء إذا ممكن؟ سأقرأ يعني مقطع أو مقاطع من قصيدة الحب شرير. نعم. الحب شرير يلوك القلب يسحقه بألف حديقة، يلقيه للأعلى ولا يتلقف المكسور إذ يهوي على حجر من الصوان، يطعمه لذئب الريح في صحرائه الحبلى بطعم الجوع والحرمان، يأتي حسب موعده كسلطان وطاغية، ومثل الموت يأتي والمرض، لا أفقه للقلب مفتوح ولا للطير أرض، والحب قتال وجوال رحيم مثل سكين بحد ساطع مسنونة بالجرح في أقصى الكواكب، والحب أخجل من تفتح برعم، والحب عائب قتل القتيل على مخدة حلمه، والعاشق الملقى على دم قلبه، إن كان قربك قاتل أو كان غائب، والحب لا يحنو على أحد، يراوغ ينثني يعلو ويكذب، جارح كبراءة النسيان، مسقول كرأس الرمح، مجنون له قلب بلا عقل، له عقل بلا قلب، وأغنية بلحنين، اشتعال في جليد، طعنة عطشانة في قلبي تائب، والحب زنديق وراهب. إلى آخر القصيدة. هلا قدرنا نفهم مظبوط العنوان، صائب جدا العنوان، الحب شرير. بدي انتقل للرواية اللي صدرت بالعام 2016، على كل انت عم تتنقل بسرعة بين الرواية والشعر. الرواية عنوانها حرب الكلب الثانية. صحيح. كمان عنوان غريب، هل هي جزء من الملهات الفلسطينية الرواية؟ لا، هي جزء من مشروع الشرفات الموازي للملهى الفلسطينية الذي يتناول عموما المشهد العربي في كل تقلباته وفي كل أحواله التي نعيشها يعني من سنوات طويلة. إذن هي ما بتتناول القضية الفلسطينية مثل ما قلك بالعادة تتأرخ للحكاية الفلسطينية. لا، هي يعني ربما كمان هي رواية الأولى التي تدور في المستقبل. نعم. يعني ذهبت في الروايات الملهى الفلسطينية إلى القرن 18. نعم. وصعودا حتى اليوم، لكن هذه الرواية ربما هي رواية الأولى التي تدور أحداثها في المستقبل. نعم، تدور في المستقبل وفيها من الخيال العلمي كمان. هي الرواية يعني تستند على الواقع الحالي. نعم. العربي. نعم. والإنساني أيضا، لأنه أنا أعتقد أن هناك خراب عالمي ليس فقط في الأنظمة وليس فقط في الحكومات. ما يخيفني دائما هو ذلك الخراب الذي بدأ يتسلل إلى الناس في الحياة اليومية يعني. والرواية تتحدث عن زمن كان يقتل فيه الشخص من لا يشبهه أو من المختلف معه. لكن نحن وصلنا إلى زمن يقتل فيه الشبيه الشبيه، وهذه يعني معضلة كبرى. فالرواية تتحدث عن هذه المسألة، أنه ماذا لو بقينا على هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، إلى أين سنصل؟ الرواية تتحدث عن تلك الرؤية المستقبلية إذا ما وصلنا الطريق إلى أين سنصل. هي ربما رواية خيال اجتماعي أكثر منها خيال علمي، لكن طبعا حينما تكتب عن المستقبل تضطر أن تخترع أشياء، يعني تضطر أن تخترع آلات، تضطر أن تخترع نمط من أنماط الاتصالات، الأجهزة، السينما كيف ستكون، العالم يعني كل هذه السيارات كيف ستكون، العلاقة بالكواكب الأخرى كيف ستكون، كل هذه المسائل مضطر أن تخترعها لأنها ستكون جزءا أساسا من حياة البشر. فلا تستطيع أن تكتب عن إنسان معلق في الهواء، الإنسان يسير على الأرض. ومن هذه الزاوية الرواية يعني تتحدث، وربما هي صرخة تحذير من المستقبل
بقدر ما هي أيضا صرخة تحذير من الحاضر. نعم. يعني احذروا هذا ما يحدث الآن. نعم. بهمني قبل ما يخلص الوقت اسألك سؤال. قول إنك مهتم جدا مش بس بالكلمة كمان بالصورة، حضرتك مصور فوتوغرافي محترف، مهتم كمان بالسينما. إحدى رواياتك كان في إلى مشروع إنها تتحول إلى مسلسل ولكن ما تنفذ المشروع. إذا خيرت بأنه إحدى رواياتك تتحول إلى فيلم سينمائي، أيها بتختار؟ هو الصحيح ربما لأن علاقتي قوية مع السينما دائما يعني، وربما هي أكثر فن أثر في حياتي، انعكست هذه انعكس فن السينما داخل رواياتي ويمكن لمسه ببساطة. وبالتالي يعني أنا أتمنى أن تتحول كل الروايات، لكن ما حدث أنه رغم حبي للسينما لم نستطع أن نصل إلى السينما. الأسباب منها أنه الموضوع الفلسطيني موضوع مشكلة، ومثلا رواية زمن الخيول البيضاء كان المفروض أن يخرجها الأستاذ حاتم علي وجاء إلى عمان واتفقنا وكل هذه الأمور، لكن اكتشفنا فيما بعد أن لا أحد يريد فلسطين في الفضائيات العربية للأسف للأسف. وبالتالي حتى أن إحدى الفضائيات قالت إذا نحن أحببنا الرواية وأحببنا السيناريو، أنا كتبت السيناريو أيضا، لكن إذا وافقتم على أن تغيروا المكان الذي تدور فيه الأحداث بدل فلسطين أي مكان آخر سننتج الرواية. فضائية أخرى مثلا عرضت أن، وهذا شيء محزن جدا يعني، عرضت أن تحول الجزء الأول من زمن الخيول البيضاء إلى مسلسل بدوي. في هناك شيء يعني مرعب في هذا المجال، وبالتالي فشل المشروع، وبدل الفضائيات انتقلت هذه الروايات إلى المسرح، لكن يعني لحسن الحظ أنه تحقق نجاح كبير جدا في المسرح. حتى هناك رواية مجرد اثنين فقط حولت إلى مسرحية في إيطاليا، إيطالية يعني، وكان صداها جميل. إنما المسرحية التي الآن تدور في فلسطين على مسارحها وتتنقل هي مسرحية قناديل ملك الجليل، وتحقق نجاحا هائلا، وربما هذا يعوض إلى حد ما إلى أن نصل إلى السينما. لكن السينما هي بالتأكيد حلمي، حلمي يعني حلمي بالكتابة وحلمي حتى بالإخراج ذات يوم ربما. الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بشكرك على حضورك وبتمنى لك إقامة ممتعة ومثمرة بلبنان. كل الشكر لكم. هلأ كمان موعد معه تاني كمان مع أستاذ يقظان التقي على إذاعة الشرق. صحيح. بتمام الساعة 8:30. يعطيك العافية مريم. يعطيكم العافية. نشوفك جمعة الجاي. أهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع مع تقريرنا ومننتقل إلى أوتيل فور سيزنز يلي استضاف مؤتمر تيليكوم ريفيو بنسخته الثامنة. شارك بالمؤتمر عدد كبير من شركات ومسؤولين عن قطاع الاتصالات. تفاصيل عن وقائع المؤتمر ومقترحاته بهالتقرير لزميلتنا رويدة الصفطي. النسخة الثامنة من قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة ألفا انطلقت بلبنان خلال مؤتمر ضخم عقد بأوتيل الفور سيزن. الفكرة هي انه نجمع كل الناس اللي بيشتغلوا بقطاع الاتصالات واللي معظمهم لبنانية بهالمجال هذا بالدول العربية، طبعا عم يخفوا هلا مع الايام بس انه بعدنا بنشكل نسبة كبيرة، وقدرنا يعني نجذب الناس على بيروت، وهذا بيثبت انه بيروت بعدها هي محط انظار الجميع والناس كلها ناطرة انه بيروت نظم هيك مؤتمرات او احداث. حتى رئيس الحكومه سعد الحريري، فخامه الرئيس عون، كلهم في توجه لدعم قطاع الاتصالات واستعمال هالقطاع لحتى النهضه اكثر بالاقتصاد والاقتصاد الرقمي. وضعنا خطه طموحه للنهوض بهذا القطاع الى عده يعني عدة مشاريع بدأنا بتنفيذ البعض منها والبعض الآخر على طريق التنفيذ.
الفكرة تبلورت عام 2011 وبسبب الظروف الصعبة اللي مر فيها لبنان انتقل المؤتمر إلى دبي ليعود اليوم بدعم ورعاية من رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري مستقطب وجوه مهمة من مختلف العالم. انفراستراكشر أو البنية الأساسية الخاصة بالتليكومينيكيشن أو الجزء الخاص بالتليفونات والتليكومينيكيشن هو الكور أو من القلب بتاع أي تقدم وأي تطور بيحصل في الدول العربية. نحن لا نتكلم فقط عن بنية تحتية، نحن لا نتكلم فقط عن وجود خدمات، نحن نتكلم ماذا سنصنع من كل ذلك؟ أفراد من خلال، لأن هذا سيغير حياتنا، وأيضا دول ومدن ودول لأنها ستتمكن من أن تخطط بشكل أفضل. So the next step is going to be providing more and more opportunity for opportunities for the society in terms of digital education, our activities in fact with information security and telecom security, which is an important topic as this area is expanding into everybody's daily life.